أهلا بكم. على غرار دول العالم التي تترقب نتائج الانتخابات الأمريكية، كان العراقيون يتابعون ما ستسفر عنه هذه الانتخابات في ظل الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية الطاحنة، ولكون العراق أيضا أصبح منذ العام 2003 ساحة الرئيسة يتقاسم النفوذ فيها كل من واشنطن وطهران. فثمة من يرى من المراقبين أن سياسات إدارة ترامب التي أسهمت بشكل كبير في إضعاف إيران ودورها في المنطقة ستتواصل إذا ما قدر لترامب الفوز في معركته القضائية الحالية مع غريمه المرشح الديمقراطي جون بايدن. بل إن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن مسؤولين في البنتاغون فرضية شن ترامب عمليات عسكرية ضد إيران أو خصوم آخرين كتنظيم داعش في أيامه الأخيرة في السلطة. وبشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، يرجح المراقبون أيضا الذهاب إلى صياغة اتفاق جديد شامل مع استبعاد عودة الإدارة الجديدة الأمريكية الجديدة طبعا أيا كانت إلى العودة إلى نقطة الصفر أو إلى تفاهمات العام 2015 مع إدارة أوباما، والتي أطلقت يد إيران وميليشياتها في العراق والمنطقة على نحو غير مسبوق. الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها على الوضع في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل السياسات الخارجية الأمريكية مرتبطة ثباتا أو تغيرا بالشخص الذي يتولى السلطة في البيت الأبيض؟ وكيف ستتعامل الإدارة الأمريكية الجديدة سواء كان الرئيس ترامب أم بايدن مع القضية العراقية؟ ولماذا تشعر إيران والميليشيات وفرق الموت الخاصة التابعة لها بالارتياح والنشوة لفوز بايدن في هذه الانتخابات؟ وهل ستتواصل سياسة الضغط على إيران وخنقها اقتصاديا التي اتبعتها في الفترة الماضية إدارة ترامب وأدت إلى إضعاف نفوذ إيران إلى حد ما؟ وهل يمكن التعويل على الإدارة الأمريكية أيا كان رئيسها جمهوري أم ديمقراطي في إنقاذ العراق وإخراجه من هذا النفق المظلم والمرعب؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني مثنى عبد الله. أكثر من الأمريكيين أنفسهم تهتم دول الشرق الأوسط بنتائج الانتخابات الأمريكية مرتقبة انعكاس نتائجها على السياسة الأمريكية تجاهها. إيران ومشروعها التوسعي وما يتبعها من أدوات تنفيذية في العراق وسوريا ولبنان تترقب حسم معركة القضاء بين ترامب وبايدن، بين خوف من عودة عصا ترامب وتكهن بتوجه بايدن الجديد. هل يعود إلى مربع أوباما الأول أم يجمع بين عصا ترامب ودبلوماسية أوباما بالنسبة لمفاوضات الملف النووي؟ العراق باعتباره واقعا عمليا تحت الاحتلال الأمريكي ويشهد صراع نفوذ محتدم بين واشنطن وطهران، لا يبدو أن وضعه سيتغير كثيرا بالنسبة للخطوط الأمريكية العريضة والثابتة فيما يتعلق بالنفوذ والمطامع الاقتصادية. لكن حكومة الكاظمي دخلت في مباحثات طويلة مع إدارة ترامب وربما وصلت معها إلى تفاهمات محرجة فيما يتعلق بنفوذ الميليشيات والعلاقة مع إيران. فهذه الحكومة من جهة تتخوف من ذهاب إدارة ترامب، وبالتالي عليها التعرف على مشروع بايدن وانتظار ما هو فاعل بكل الملفات المعقدة بالعراق. ومن جهة أخرى فإن عودة بايدن إلى مربع أوباما تعني نفوذا أكبر لميليشيات إيران وتفرغها لتصفية الحسابات مع الأطراف الحكومية التي بدأت تتمرد على نفوذ الميليشيات بعد أن رأت شدة أمريكية مثلتها تهديدات مايك بومبيو. المراقبون للمشهد الأمريكي أكدوا أن الديمقراطيين هذه المرة لن يعيدوا أخطاء أوباما عندما منح إيران شيكا مفتوحا لسياستها النووية والتوسعية، حيث سيسعون لإعادة الاتفاق النووي مع إيران لكن بشروط قاسية تقيد حركة الميليشيات وتخفف من نفوذها الإقليمي. ومهما تكون النتيجة، ترامب يحكم أم بايدن، لا يبدو ذلك فرقا كبيرا عند الشعب العراقي الذي يدرك أن أمريكا لا تسعى إلا لمصالحها وأن ثورته هي الكفيل الوحيد لخلاصه من أزماته وتحكم الدول الخارجية
في مصيره. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها على العراق وعلى المنطقة عموما. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون طبعا معنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، ومعنا أيضا عبر سكايب أستاذ العلاقات الدولية الدكتور مثنى عبد الله. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. نبدأ اليوم مع دكتور عبد الحميد العاني. دكتور، هناك طرف يشعر بالنشوة والارتياح لفوز غير محسوم لحد الآن، فوز الديمقراطي بايدن، خاصة إيران والأطراف المرتبطة بها. آخرون ربما يعني يشعرون بالحزن على خسارة ترامب، لأنهم قد يعتبرون أن ترامب أو سياسة ترامب أقرب إلى توجهاتهم. السياسة الأمريكية في العالم في المنطقة، ونحن نناقش قضية العراق والمنطقة، مرتبطة بشخص يتولى السلطة أم هي سياسة ثابتة سواء كان ديمقراطي أم ترامب؟ القضية أو البوصلة الأساس هي بوصلة المصالح الأمريكية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحيي جميع المشاهدين والسادة الضيوف. والعجب في هذه القضية، قضية النشوة والفرح والمراهنة على هذا التغيير، هذا الشخص أو ذاك الشخص، نعم، من قبل أناس لا ناقة لهم ولا جملة بهذه القضية. إذا أردنا أن نتكلم عن هذه الانتخابات تحديدا، الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها عالميا، فهنالك عدة حلقات. الحلقة المتأثرة بشكل مباشر وقريب هي الحلقة التي ستكون متأثرة بالقضايا الوظيفية لهذه الإدارة الجديدة. أما الحلقة الأبعد جدا فهي الشعوب، ولا سيما شعوبنا وتحديدا الشعب العراقي، الذي لن يكون له تأثير، يعني لن يكون عليه أي تأثر في هذه الانتخابات أو نتائج هذه الانتخابات. لماذا؟ الإدارة الأمريكية هذه أو التغيير في الإدارة الأمريكية هذه المرة هي ليست جديدة، يعني هذه ليست أول مرة تحدث تغيير في الإدارة الأمريكية، ولا سيما بين الجمهوريين والديمقراطيين، فهي ليست المرة الأولى. وطيلة السنوات الماضية، سنوات الاحتلال، نحن لم نجد ولم نرى أي تغير على مستوى الشعب العراقي وعلى تأثيرات هذه العملية السياسية على الشعب العراقي، ولا تعامل هذه الإدارات الأمريكية المتعاقبة، نعم، مع العملية السياسية ومع مآسي الشعب العراقي. كل السابقين، طيلة الحكومات الماضية التي تعاقبت على إدارة الاحتلال الأمريكي، لم تقدم إلى الشعب العراقي باختلاف قضية أسلوب الخطاب الذي يتغير أحيانا تصعيدا أو ربما تناغما، يتناغم مع بعض العواطف ويدغدغ بعض عواطف الناس. عالميا لا ريب أن هنالك بعض الملفات ستتأثر بمثل هذا التغير، لكن من حيث الأساس الإدارة الأمريكية دولة مؤسسات كما يقال، والذي يحكمها لا شخص ولا حزب، وإنما مجموعة من العوامل الكثيرة، وأهمها أنه، نعم، مصالح الدولة الأمريكية التي تسير على خطى ثابتة ولا يمكن أن يفرط بها، وبناء على أنه هذا يصعد في خطابه أو يغير في نغمة الخطاب، وهذا هو أقصى ما سيحدث من تغيير. نعم. دكتور مثنى عبد الله، أولا مرحبا بك معنا. دكتور مثنى، أسمعك. تسمعني؟ مساء الخير أولا. مساء الخير دكتور. هناك مشاعر متضاربة، مشاعر المؤيدين أو المؤازرين لترامب، وخاصة في نقطة مواصلة الضغط على إيران وخنقها اقتصاديا، وهناك أيضا مشاعر فرح بمقدم في الجانب الآخر، بمقدم إدارة ترامب الذي كان معاونا أو نائبا للرئيس باراك أوباما، واللي هناك من يقول أنه أطلقت يد إيران أثناء هذه الإدارة في المرحلة السابقة.
يعني أين هي مشاعر الفرح أو الحزن على ترامب أو فرح بمقدم ترامب؟ هذه مشاعر في محلها عواطف أم ربما أيضا سياسة مستندة إلى شيء ما؟ يعني تحية لك وللزملاء الأكارم، أهلا وسهلا. يعني تبدو السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط على باب مرحلة جديدة، يعني بعد الاندفاعية التي غلبت على استراتيجية إدارة ترامب في المنطقة. يعني سياسات ترامب في الشرق الأوسط كانت اندفاعية وولدت استراتيجية، يعني هذه الاستراتيجية التي اعتمدها سلسلة من الأحداث في الحقيقة المتسارعة، من إنجازات دبلوماسية إلى تحركات محفوفة بالمخاطر ومبادرات فاشلة، غيرت موازين القوى في المنطقة. يعني المراهنة في الحقيقة هي ليست وليدة اليوم على الانتخابات الأمريكية، في تقريبا في عموم أنحاء العالم. لماذا؟ لأنه العالم منذ وجوده هو كان دائما هنالك ما يسمى بمصطلح قيادة العالم، لابد أن تكون هنالك لهذا العالم قيادة. وفي العقود الأخيرة أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي القائد، يعني تقريبا الأوحد في العالم. وبالتالي من هذا المنطلق تأتي هذه المراهنات في الحقيقة. لكن في الحقيقة كل هذه المراهنات على مر يعني على مر المراحل التي مرت سواء بالمنطقة العربية أو مرت بالعالم كانت دائما هي خلاف للتوقعات. موضوعة مراهنة شعب أو مراهنة سلطة على من يأتي إلى البيت الأبيض يعني مفارقة كبرى في الحقيقة. لازلنا لحد الآن نراهن على من هو أتى، هل هو جمهوري أم هل هو ديمقراطي. نتصور بأنه الديمقراطيين أرحم من الجمهوريين، نتصور بأنه الجمهوريين أقسى من الديمقراطيين، لكنه في هنا توجد منظومة، هذه المنظومة تعدل سلوك هذا وسلوك ذاك، سواء كان من الحزب الجمهوري أو من الحزب الديمقراطي، لكي يسير على الثوابت الأساسية في السياسة الأمريكية. يعني تغيرات ترامب بايدن غيره مع ذلك نراها بالوضوح بأنها تغيرات، لكنها هنالك ثبات في السياسات، خصوصا في السياسات الخارجية. ما رأيناه من ترامب، قد يقول البعض بأنه ترامب كان أكثر يعني تغيرا أو أكثر يعني غير متوقع، هو انتهج سياسة اللا متوقع، لكنه هذا السياسة التي انتهجها ليست غريبة، هي موجودة في التراث الفكري والسياسي هنا بين الأمريكان. وبالتالي هنالك طائفة من المفكرين الأمريكان يعتقدون بالانعزالية، يعني يقولون لماذا نتدخل في دول العالم لنجعل من أمريكا قوة عظمى، وهذا ما انتهجه ترامب. بايدن، سياسات بايدن، لو عدنا إلى سياسات بايدن، يعني كان نائبا للرئيس، وعندما أتى أوباما حاول أن يرسم لنا بأنه سوف يقيم جمهورية أفلاطون في كل العالم، وبالتالي رأينا ما حصل، لم يعر أي اهتمام قتل الشعب السوري، لم يعر اهتمام لقضايا أخرى. وبالتالي التعويل في الحقيقة هو خطأ، لكنه هنالك شعور البعض يعني وكأنه يتخلص من عبء. يعني أحدهم قال صحيح أتى بايدن لكنه هذه جرعة جديدة من الأكسجين. أنا لا أتفق مع هذا الرأي في الحقيقة، لأنه دائما التعويل على الآخر هو لا ينظر لك، هو ينظر إلى مصالحه. اسمح لي دكتور، في قضية تعرف احنا الآن النقاش منصب اكثر على قضية الوضع في العراق وقضية ايضا مشكلة ايران في العراق. يعني انت تعلم وانت ايضا يعني من المراقبين والمحللين أن إيران في عهد إدارة باراك أوباما وبعد الاتفاق النووي معها الحقيقة يعني تنفست الصعداء ومدت قدميها على راحتها تماما. بعد مجيء الحقيقة ترامب يعني خنقت اقتصاديا، ضغط عليها كثيرا، نتحدث أيضا في هذا السياق يعني قتل رجلها القوي سليماني في المنطقة. الحقيقة كمن طرحها أرضا ووضع قدمه على رأس إيران كالمطروح أرضا. الآن
يعني هناك أمل أن يذهب ترامب ويأتي بايدن، لعله الأيام الجميلة للديمقراطيين في إدارة أوباما تعود. يعني أنا أعتقد بأنه كان هناك اختلاف بالأسلوب، يعني أوباما اتخذ أسلوبا سلميا وتوددية إلى إيران، ترامب اتخذ أسلوبا قاسيا. لكنه لو نظرت إلى الهدف الحقيقة كلا الطرفين كان يقول علنا بأنه نريد إيران، نريد أن نوقع اتفاقا مع إيران. يعني ترامب قال عندما أحصل على أفوز بولاية ثانية خلال بضعة أسابيع سوف أحقق اتفاقا مع إيران. بايدن في نفس الحالة هو مجبر على خلال فترة 100 يوم من السياسة الخارجية قال صراحة بأنني مستعد لتوقيع اتفاق مع إيران، لكنه الاختلاف أنه في الشروط. هذا قال بأنه يجب أن نضيف شروط أخرى، ترامب تركها هكذا. لكنه حتى ترامب تذكر أستاذ العزيز قال صراحة بأنه نود أن نرى إيران دولة عظمى وقيادتها العظيمة. إذن يعني هذا اختلاف بالأسلوب في الحقيقة وليس في هذا. أشكرك دكتور رافع الفلاحي، أهلا وسهلا بك، تأخرنا عليك سامحنا. الله. دكتور الله. أسمعك دكتور. دكتور إذا كانت السياسات الأمريكية، خلينا نتحدث الآن التركيز بالنقاش على العراق وإيران، لا تختلف كما يعني يذهب دكتور عبد الحميد ودكتور مثنى عبد الله، يعني في العناوين العريضة هي نفسها، ربما في التفاصيل أو الأساليب تختلف. لماذا هذه الفرحة الغامرة بمجيء بايدن من قبل إيران والأطراف والميليشيات وفرق الموت المرتبطة بها؟ واضح هناك نشوة وهناك ارتياح وهناك فرح بمقدم بايدن، وكان هناك كمن يضع يده على قلبه من فوز ترامب. إذا كانت القضية سيان لا اختلاف فيها بين ديمقراطي وجمهوري. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لك أستاذ ماجد وتحية لضيوفك الكرام الدكتور عبد الحميد والدكتور مثنى. أهلا وسهلا دكتور. الحقيقة قضية الفرحة الإيرانية يعني تعكس قلة رؤية وسذاجة في التفكير وسذاجة في العقل. الحقيقة أمريكا في كل الأحوال مثل ما قال الأساتذة اللي تحدثوا قبل قليل دكتور عبد الحميد والدكتور مثنى، أن السياسة الأمريكية لديها منهج، يعني عندها برنامج بعيد المدى وعندها تكتيكات لتطبيق هذا البرنامج. قد يختلف رئيس عن رئيس في طريقة الوصول إلى النقطة التي يريدها في البرنامج، لكن البرنامج ثابت. قد يكون صحيحا في الرياضيات أن المستقيم الخط المستقيم هو أقصر الطرق الواصل بين النقطتين، لكن في واقع الحياة في السياسة في الاقتصاد في تصريفات السياسة في تصريفات حتى الحياة ربما لا يكون هذا صحيحا. ربما يختلف رئيس عن رئيس في طريقة الوصول في طريقة التعاطي مع هذه القضية في طريقة تصريف السياسة، لكن الهدف واحد. طوال عهد ترامب لم نرى شيئا يؤكد أن فرحة مثلا الذين يوالون إيران في العراق أو الإيرانيين بأنها فرحة حقيقية. يعني ترامب في قواعد الاشتباك عدا مقتل سليماني ومقتل المهندس، عدا هذه الضربة وهذه لديها أسبابها بعد أن استمعوا إلى تحضيرات في مؤتمرات خاصة وقالوها الاستخبارات بأنهم يعدون إلى قتل السفير الأمريكي وكذا وقضايا أخرى فاضطروا إلى قتلهم. هذه قضية معزولة عن واقع كل الصراع، لكن في كل الأحوال قواعد الاشتباك بينهم لم تحصل، يعني لم تؤكد أن هناك نية أمريكية في عهد ترامب لتقليم أظافر إيران ليسقط إيران رغم الحصار المفروض على إيران. والحصار المفروض على إيران دعني أقول ليس لأجل العراق ولأجل عيون العراقيين، هذه قضية ترتبط ببرنامج النووي وترتبط بطلبات إسرائيلية فقط، هذه قضية أخرى. فبالتالي مجيء بايدن، ذهاب ترامب أو عودة ترامب إلى الحكم لا يعني شيئا في السياسة هي نفسها. لكن يعني قضية إذا سمحت لي، قضية أن الضغط الأمريكي على إيران خنقة اقتصادية لمصلحة أمريكية أيضا في النهاية، يعني بغض النظر عن الدافع، في النهاية مصلحة وطنية عراقية إضعاف إيران. نعم نعم نعم، لكن هل أضعفت إيران في العراق؟ هو هذا السؤال، أنا لا أعتقد هذا.
إيران لا تضعف بهذا الشكل في العراق، تغولت الميليشيات. هل إيران دولة ميليشيات اليوم علنا. راح أقاطعك كثيرا، هل إيران الآن بأفضل أو بحال جيد، بأفضل حال كما كانت قبل 4-5 سنوات في العراق؟ طبعا إيران في أسوأ حالاتها. نعم. أنا أعترف وأقر بهذا الموضوع. نعم. لكن أنت تسألني عن الوضع في العراق وأقول لك الوضع في العراق لم يتطور بحيث استطاع أهل العراق أن يسيطروا على بلدهم ويطرد الميليشيات الإيرانية. بالعكس، الميليشيات الإيرانية والقوى الإيرانية سيطرت أكثر على العراق. لكن دعني أقول ربما أختلف مع الأساتذة اللي معك واللي تحدثوا في دكتور قضية اسمح لي في هذه النقطة، قضية أنه هل العراق استعادوا، أهل العراق استعادوا وطنهم وأضعفوا إيران أخرجوها، يعني هل الخلل أين؟ الخلل أنه إيران قوة كبيرة جدا لا يمكن الوقوف بوجهها، أم أيضا هناك خلل فيما يتعلق بالفضاء العراقي الوطني؟ لا أعرف، يعني في الداخل العراقي، قضية متعلقة أيضا بالداخل العراقي. هناك خلل في الداخل العراقي بالتأكيد، ليس لها علاقة بإيران. إيران إذا كانت قوية أو ضعيفة، لو كان الوضع العراقي رصينا في الداخل وقادر على أن يرتب أوضاعه ويرتب أوراقه لما استطاعت إيران سواء كانت قوية أو ضعيفة أن تؤثر على الوضع العراقي. هذه قضية لا تحتاج إلى نقاش. الموضوع هناك خلل في الداخل العراقي، في المجتمع العراقي، في تصريفات الرؤية العراقية، يعني في هذا الموضوع. عدا الشباب الذين يعني خرجوا في ثورة تشرين والذين قمعوا بهذه الطريقة التي نراها، والثورة ما زالت نعم توعد بالكثير، لكن عدا هؤلاء الشباب اللي ما ساندهم، ولو ساندهم أهل العراق كلهم لكان انتهت القضية برمتها. نعم. وانتهت، والعراق الآن خارج من الأسر مهما كانت إيران قوية ومهما كانت أمريكا قوية. هذه قضية. لكن دعني أعود إلى النقطة اللي قلت أني أختلف بها مع الأخوة. نعم أمريكا دولة كبيرة ودولة عظيمة، يعني من يقول أنه الانتخابات الأمريكية لا تؤثر في الدول، أنا أقول لا تؤثر. لكن وتأثيرها سيظهر ليس بسبب أنه أمريكا دولة رقم واحد وقادرة، لكن بسبب متغيرات دولية تحصل الآن بعد جائحة كورونا. العالم على أعتاب نظام دولي جديد، يجب أن نعترف جميعنا بهذا الموضوع. وهذا النظام الدولي الجديد يأتي في أعقاب نظام دولي ما زال قائم لحد الآن أمريكا تتسيده. الآن هناك نظام دولي جديد يعد له الكثير من مفردات، الآن بدأت تظهر على أرض الواقع. وفي هذا النظام قوى كثيرة من ضمنها روسيا، الصين، دول كثيرة حتى في أمريكا الجنوبية، حتى في أوروبا. هذه كلها في سياساتها وتصريفاتها واقتصاداتها تعارض الولايات المتحدة. لذلك الولايات المتحدة الآن مجبرة سواء جاء ترامب أو جاء بايدن أن تنظر إلى المنطقة التي فيها العراق نظرة خاصة، لأن فقدان هذه المنطقة سيؤدي إلى خسارة أمريكا لموقع مهم في هذا النظام الدولي الجديد. اسمح لي سنتحدث دكتور. اسمح لي بس فقط. إيران طرف قوي في هذا الموضوع لسبب، لأن إيران ستنضم إلى روسيا والصين بسرعة وستسحب العراق معها وهذه المنطقة ودول الخليج. نعم. دعنا من النفط وتأثيرات. الآن أمريكا لا تحتاج إلى النفط الحقيقة وعدا النفط الصخري وغير هذه الأمور، لكن تحتاج إلى هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة التي بعد فيها إسرائيل وهي جسر بين أوروبا وآسيا. إمكانية أو احتمالية أن تبقى الإدارة القادمة الأمريكية تدعم الميليشيات والنظام السياسي المرتبط بها، يعني هل سيستمر الدعم على الرغم من الحديث عن خطر الميليشيات وتأثيراتها السلبية ووجوب لجمها؟ نتوقف عند هذا بعد الفاصل دكتور. تحدث عندنا فاصل. نعم. الآن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا عن الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها على الوضع في العراق والمنطقة عموما. ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. تبحث هذه الحلقة في الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها على الوضع في العراق والمنطقة عموما. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، دكتور عبد الحميد العاني، دكتور مثنى عبد الله. دكتور عبد الحميد العاني، هناك من يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة ترامب أو إدارة بايدن لا مناص أمامها، وكما قال دكتور رافع، إلا أن تدعم هذا النظام الموجود في العراق، نظام الميليشيات، على الرغم من حديث أن هذه الميليشيات إرهابية، هذه الميليشيات مجرمة فاسدة، لكنها ستبقى تتلقى الدعم من الإدارة الأمريكية، بايدن أو ترامب. لماذا هذا الدلال لهذه الميليشيات، لهذا النظام، على الرغم من الحديث عن كوارثه؟ يعني هذا هو المهم في هذه القضية، وكما قلت قبل قليل اللي هي الحلقة الأضعف في هذا التغير ونتائج هذه الانتخابات، وهو ما يكون على أرض العراق. الميليشيات الإيرانية التي هي في العراق هي ميليشيات إيرانية، لم يتغير موقف الإدارة الأمريكية من هذه الميليشيات بشكل عام إلا بشكل بهامش، يعني شكل هامشي جدا. حتى الضربة الأمريكية للمهندس وغيرها، هذا بناء على ما تحدثنا عنه سابقا من أصل العلاقة بين أمريكا وإيران. أتكلم عن العلاقة في الملف العراقي، هنالك، وربما ذكرنا ذلك أكثر من مرة، والسياسة الأمريكية مبنية على نظرتها إلى تعدد الملفات وليس إلى أنها ملف واحد. تعامل الأمريكي مع إيران على أنها عدة ملفات، الملف النووي بجهة والملف العراقي في جهة. لم يتحقق دكتور الاحتلال. في نقطة قتل سليماني، أيضا من المراقبين من يتحدث أن قتل أمريكا لسليماني والمهندس لم تكن ضمن إطار استراتيجية لمكافحة الميليشيات على غرار ما يجري مع التنظيمات الإرهابية. هناك منهجية وهناك استراتيجية في تصفية قادة وزعماء هذه التنظيمات. هذه قضية عرضية خارج، يعني ليست ضمن سياق. والبعض يقول أنه كان المستهدف هو المهندس وليس القاسم سليماني. مسألة ثانية. لكن فعلا يعني على أرض الواقع، ما الذي تأثر من الجسم أو الهيكلية هذه الميليشيات في العراق؟ بخلاف هذه الضربة هنالك تعاون على جدة عدة أصعد. الميليشيات هي جسم واحد وله عدة أذرع، والتعامل الأمريكي، بل حتى للأسف تعامل كثير من دول الجوار من الدول العربية مع هذه الميليشيات، أن هنالك دعم لها. لماذا؟ نرجع إلى الموضوع الأول الأمريكي. أمريكا لم يتحقق لها احتلال العراق لولا إيران، وإيران لم يكن لها هذا التوسع التمدد. وهذا التمدد. نعم. وهذه حرية وجود وصناعة هذه الأذرع ووصولها إلى سدة الحكم هكذا بهذا الشكل لولا العناية الأمريكية. ونعرف نحن لا نتحدث فقط هكذا قضايا مثالية، وإنما رأينا طيلة السنوات الماضية كيف كانت غرف العمليات واحدة لتنظيم كثير من الحروب والصراعات داخل على الأرض العراقية، والمجري عليه هو الشعب العراقي بحجة الإرهابي وغير الإرهابي. إذن الدعم الأمريكي سيستمر طيلة السنوات الماضية باختلاف الإدارات، باختلاف الأحزاب، باختلاف جمهوري ديمقراطية. الوضع الواحد في العراق، وكما قلنا سابقا، الصراع إذا حدث بين أمريكا وإيران أو حتى مع بعض هذه الميليشيات أو رموز بعض الميليشيات في العراق، إنما هو صراع نفوذ لا صراع وجود، والأدلة أكثر من أن يحتاجها برنامج مثل هذا. نعم دكتور مثنى، هناك من يتخوف من سياسة قادمة لترامب وإدارته، أنه قد يذهب إلى اتفاق شامل مع إيران بخصوص الملف النووي الإيراني، بمعزل عن الوضع في العراق، بمعزل عن الميليشيات الموجودة في المنطقة، وهذا ما سيقدم وضعا مريحا لهذه الميليشيات ولانفلاتها، يعني على الأقل ربما هناك شيء من القيود الشكلية إلى حد ما، لكنها ستعود إلى ما كانت عليه أيام إدارة باراك أوباما بعد إبرام الاتفاق النووي الإيراني. برأيك هذا السيناريو يعني قابل للتحقيق؟ ممكن أن تذهب إلى إدارة بايدن؟ يعني في هذا الموضوع بالذات هنالك عاملين رئيسيين يتحكمان به في الحقيقة. نعم. أولاً
سيطرت. أولا يجب أن نتذكر بأنه انتخابات رئاسية الإيرانية في منتصف عام 2001 في العام القادم سوف تحدث فرقا كبيرا في طبيعة السياسة التي سوف يرسمها بايدن لموضوعة المنطقة ككل ولموضوعة إيران والعراق بشكل خاص. أيضا العامل الآخر وهو سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ الأمريكي. سيطرة الجمهوريين لحد اليوم هي بفارق صوت واحد، إذن سيطرتهم سيطرة ضعيفة. لكن هذه سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ سوف تضع المكابح على إجراء سريع وموضوعي يقوم به بايدن. بالإضافة إلى ذلك، يعني أنا أعتقد بأنه عدم اليقين بشأن خليفة روحاني واحتمال أن تؤدي الانتخابات إلى حكومة أكثر تشدداً، من المحتمل أن يخفف من حماس بايدن لإنجاز شيء ما بسرعة. عموماً يتمتع الرؤساء عموماً في بدايات تسلفهم السلطة بعض الحرية في السياسة الخارجية. يعني مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين يعني أن المشرعين سيطالبون بضمانات بشأن سياسة بايدن تجاه إيران. أي جهد للانضمام إلى صفقة إيرانية والبناء عليها سيخضع للتدقيق من قبل الكونغرس، ولذلك سوف يكون بايدن تحت الضغط لاتخاذ الخطوة الأولى بعد أن أمضت إدارة ترامب 4 سنوات في تسليط الضوء على التهديد من إيران. يعني سوف يسأل بايدن في أي تحرك نحو إيران، هل من المعقول أن سلفك صرف 4 سنوات وهو في صراع تام مع إيران وأنت تعطي حلولا سهلة وسريعة؟ هذا ضغط سوف يعانيه بايدن. لكنه في الحقيقة أيضا يجب أن نتذكر بأنه هذه العقوبات، سياسة العقوبات التي وضعها ترامب ضد إيران، هذا معوق كبير في الحقيقة لبايدن. لكن أنا يعني والحقيقة أنا أختلف والحقيقة الآن البعض. ترامب دكتور، الآن ترامب يسابق الزمن في فرض مزيد من العقوبات على كيانات أو شركات أو أطراف مرتبطة بإيران وأيضا أنظمة حليفة لإيران. هذا صحيح، لكنه نعم. يجب أن نتذكر بأنه بايدن لديه علاقة جيدة جدا مع أوروبا، وأوروبا هي الصديق المخلص لإيران حتى أنها اختلفت مع ترامب في موضوعة إيران. لذلك أرى بأنه سوف تؤثر النظرية السائدة حول إقامة علاقات طبيعية مع إيران الموجودة في أوروبا في الحقيقة تؤثر على مجريات سياسة بايدن الخارجية. أرى أيضا بأنه التعامل مع الملف العراقي يجب أن نكون واضحين وصريحين جدا. نعم. القضية العراقية لم تعد قضية مهمة لا في الأجندة الأمريكية ولا في الأجندة الأوروبية ولا حتى في أجندات المنظمات الدولية للأمم المتحدة وغيرها. لماذا؟ لأنه هنالك اتجاه على ضرورة دعم الحكومة القائمة في العراق. يعني وصل الحال بالأوروبيين للتودد للحكومة القائمة اللي اليوم في العراق. هذا في الحقيقة يعطي راحة للرئيس الأمريكي القادم بالتواصل مع إيران سواء على في موضوعات العراق أو في موضوع المهم الرئيسي للرئيس القادم أنه الخلاص من الملف الإيراني. في السياسة الأمريكية على مر العصور أنه الإيرانيين يكونون مفضلين لدى الأمريكان على العرب لأسباب كثيرة. أولا إيران ليس لديها أرض مغتصبة وتهدد يعني الكيان الصهيوني. هذه التهديدات التي تخرج من إيران ضد إسرائيل هي لغرض الاستخدام استهلاك الإعلامي بالضبط. لذلك أجد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط، لكنه تريد أن تسلم الشرق الأوسط بأيدي أمينة وهي تراقب. انظر سيدي الكريم إلى حركة ماكرون في لبنان وفي العراق. نعم. هذا كان برأي واستراتيجية أمريكية. أشكرك. واضح دكتور رافع الفلاحي، على الرغم من استبعاد ضيفنا دكتور مثنى أنه بايدن قد يذهب إلى اتفاق مريح مع إيران لأن هناك سيطرة وإن كانت ضعيفة ربما للجمهوريين وستكون معرقلة ما لم
تقدم ضمانات وافية بهذا الاتجاه. لكن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن ترامب قد يشن عمليات عسكرية ضد إيران وضد طبعا أيضا تنظيمات أو أعداء آخرين كتنظيم داعش وغيرها. هل تتوقع هذا السيناريو أيضا ممكن أن يقع وترامب يذهب بهذا الاتجاه ويخلط مزيد من الأوراق يعني في الداخل الأمريكي وفي خارج أمريكا أيضا؟ أستاذ ماجد، ربما علي أن أسأل نفسي وأسأل يعني وأوجه سؤال أيضا حتى تكون الصورة واضحة. هي لماذا أمريكا تعادي إيران بهذه الطريقة الآن؟ لماذا يعني ما هو سبب الخلاف الأمريكي الإيراني؟ يعني هل لأن إيران دولة مصنعة ودولة اقتصادية قوية تنافس أمريكا، دولة سياسية بقدراتها السياسية وتستطيع أن تقود مجاميع كثيرة، مجاميع دولية، وتؤثر على السياسة الأمريكية؟ لا، تهدد على المصالح الأمريكية. دكتور، تهدد بإزالة إسرائيل واستعادة فلسطين من البحر إلى النهر، وتدعم ما يسمى المقاومة. أيضا هذه كذبة، وهذه دعايات، وتعرف بها أمريكا وتعرف بها إسرائيل. القضية الأساسية في كل هذا الموضوع هي قضية النووي. هي قضية محاولة إيران ودأبها للحصول على السلاح النووي. هذه هي أول القضية وآخرها، وهذا مطلب إسرائيلي. إسرائيل تريد من أمريكا أن تتولى هذا الموضوع وتنهي هذا الملف، وهذا بقرار نهائي، سواء جاء ترامب، عاد ترامب، جاء بايدن، جاء غيره، هذا القرار واضح. لذلك في إسرائيل عندما قالوا أن بايدن سيفوز قالوا ولماذا يعني أنتم مزعجين؟ ترامب نعم حقق لنا كثير من لكن بايدن أكثر إسرائيلية من غيره، التزامه بإسرائيل جدا قوي، وهذا واضح. وحتى أوروبا التي تؤيد إيران الآن لا تستطيع أن تخرج عن هذا الموضوع. يعني أمريكا في النهاية ستذعن إلى هذا الموضوع، يجب أن تلبي لإسرائيل اللي هي قاعدتها الأساسية في المنطقة، أن تلبي لها مطلبها في منع إيران من امتلاك السلاح النووي. إذا ما وافقت إيران على التخلي عن هذا المشروع النووي سيكون الاتفاق سريعا، والكونغرس وغير الكونغرس وكله سيوافقون. لذلك بايدن قال سأضع شروط، الشروط هذه تتعلق بإنهاء هذا الموضوع. إذا ما وافقت إيران ستنتهي كل هذه اللعبة، وهذا سيؤدي إلى أنه دول الخليج ستكون أكثر يعني راحة، أكثر حركة، ستؤدي إلى دول المنطقة يعني سيكون هناك شعور بأن إيران قد انكسرت. إيران لا تريد هذا الموضوع، إيران تعرف أن قضيتها الأساسية هو في هذا الملف، هي تريد أن تصبح قوة نووية وتحكم المنطقة، وهذا هو الصراع، أصل الصراع بين أمريكا وهذه المناكفات. أمريكا تنظر إلى إيران الآن من ثقوب كثيرة، إذا ما تصورنا أن هناك باب بين إيران وأمريكا، ثقوب كثيرة فيها مفاتيح، ومن ضمن هذه الثقوب هو الثقب العراقي. تنظر من ثقب الباب العراقي إلى إيران، هذه الحقيقة. فيما لو إيران تصرفت بالشكل الذي يرضي أمريكا، فأمريكا ليس لها يعني أي اعتراض على كل السياسة الداخلية لإيران في العراق، وستصبح الميليشيات أكثر تغولا. أمريكا لا يهمها حقوق الإنسان، قتل العراقيين، هي لم تأتي من أجل عيون العراقيين عام 2003، هي جاءت لتخريب العراق وتدمير العراق، ووجود إيران بي وهذه الميليشيات يحقق هذا المشروع، فلماذا تقف ضد هذا المشروع؟ إذن الفرضيات في أن أمريكا جاء يعني تريد أن تعدل الوضع لصالح العراقيين هذه فرضيات خطأ. هي ستعدل الموضوع وسنكسب به إذا ما اختلفت مع إيران بهذه الطريقة، سواء بايدن سواء. وذلك أنا قلت أنه تصريفات السياسة يعني قد تختلف من رئيس إلى رئيس بالطريقة التي ينتهجها لتحقيق الهدف. فالهدف واحد عند ترامب وعند بايدن، وهو أن ينزع السلاح، هذه قدرة إيران على صناعة السلاح النووي، هذه الأول وهذه الأخيرة. لذلك لا أجد اختلافا في السياسة دكتور هناك الأمريكية. أيضا دكتور اسمح لي، هناك من المراقبين أيضا من يقول أنه بايدن قد يذهب فعلا إلى اتفاق جديد مع إيران، لكن بشروط ربما نفس شروط ترامب، وإيران أعتقد لا. هذه المرة ستذعن، لا خيار أمامها. نعم، ربما أنا لا أقول يعني إيران دائما عندما ترى هي تراهن على ترامب في ذهابه، وهناك من يقول لها أن بايدن والديمقراطيين أفضل،
لكن القضية الديمقراطيين أفضل لإيران في قضايا أخرى، نعم، لكن في قضية الملف النووي، في قضية امتلاك السلاح النووي وهذه الصواريخ البعيدة المدى التي ترى أمريكا خطر على المنطقة وخطر على مصالحها، هذه لن تتساهل فيها أمريكا أبدا نهائيا. لذلك مجيء بايدن أو عودة ترامب الهدف واحد سينهى. لذلك ترامب قال يعني يشجعهم للإيرانيين أنه أنا إذا ما عدت خلال شهر يعني أوقع على اتفاقي، لأنه يعرف أنه إيران إذا ما أحست أن ترامب لديه 4 سنوات قادمة لن تستطيع أن تواصل صمودها في مواجهة هذا الحصار، ستنهار نهائيا، هي أشبه بالمنهار الآن، لذلك ستوافق على هو هكذا يفكر. وبايدن يعرف أيضا إذا ما انتهج نفس السياسة التي انتهجها ترامب في محاصرته في المضيف في نفس الطريق سينهارون، لذلك سيوافقون، أنا أعتقد سيوافقون، لذلك الملف النووي. المرشد الإيراني يعني قال أنه إيران قد صمدت بشكل جيد أمام ضغط ترامب. نعم دكتور عبد الحميد العاني، يعني ما دام كما قال ضيفنا دكتور مثنى أن العراق لم يعد أولوية بالنسبة للأمريكا للمجتمع الدولي وأمم المتحدة وما إلى ذلك، وأيضا يعني الإدارات الأمريكية ديمقراطية أو جمهورية لا يمكن المراهنة عليها أو التعويل عليها لأنه بوصلتها الأساسية المصالح الأمريكية ومصالح إسرائيل في المنطقة، وبالتالي إذن التعويل على من في إنهاء هذه المأساة المستمرة في العراق من 2003، إخراج البلد من هذا النفق المظلم، إنهاء حالة الانحطاط العام الموجودة في العراق، من ما هي اليد التي قد تنقذ، داخلية خارجية دولية أمريكية، من لو التوضيح؟ يعني هو المقصود يقصد أنه لا يعو أو لا ينظرون إلى القضية العراقية، المقصود به الشعب العراقي، مآسي الشعب العراقي، وإلا لا يمكن لهم أن يتخلوا بسهولة عن نظامهم السياسي وعن احتلالهم للعراق. هذا مسألة. المسألة الثانية أيضا لابد من توضيح شيء ربما يمهد لهذا، وأمر على ما ذكره الدكتور رافع قبل قليل، العلاقة بين إيران وأمريكا هي هنالك مراحل، هناك أو مستويات، هنالك مناورات ضغط وهنالك مفاوضات. أمريكا وإيران بينهما تصعد هذا الجانب أو تصعد هذا الجانب، أما الاصطدام لن يحدث بينهما. أما عراقيا فنحن نعلم أنه منذ اليوم الأول لاحتلال أمريكا وإيران للعراق وقف كثير من أبناء الشعب العراقي وكثير منهم متمثلين بالقوى الوطنية رفضا لهذا الاحتلال لمبدئه. لم يكن رفضنا للاحتلال لأننا نقف مع الديمقراطيين ضد الجمهورية أو الجمهورية ضد، لم نعول في يوم من الأيام على هذا الحزب أو على هذا الشخص أو على تغيير سياستهم. التعويل الأول والأخير بعد الله سبحانه وتعالى على الشعب العراقي، وهذا هو ما نادى به اليوم شبابنا في ساحات التظاهرات المختلفة، ولا يزالون ينادون بها صريحة تدليلا على واقع على وعي لهؤلاء أنه الشعب هو الذي يجب أنه يقوم بالضغط. هذه الإدارات الأجنبية الغربية الاحتلال وغيره ممكن أنه يتراخى أو ممكن أنه يغير أو يسمح بالتغيير إن كان هنالك ضغط. فالأمر القضية الأولى أولا وأخيرا هو الشعب العراقي، وهذا الواجب لا يتعلق، يعني أقصد الضغط والتغيير والمطالبة بالتغيير لا يتعلق فقط بهؤلاء الشباب الذين افترشوا الساحات منذ أكثر من سنة، وإنما هو واجب الشعب العراقي بأكمله، لأنه الوطنية والحية كل هنا الواجب على كل أبناء العراق، لأنه استعادة الوطن بكل ما ضاع على يد هؤلاء وبسبب رعاة الفساد العالميين اللي هو الاحتلال اللي رعى العملية السياسية، والعملية السياسية رعت هؤلاء الفاسدين الذين تسببوا بهذه المآسي في الشعب العراقي. نعم. دكتور مثنى، هذا الحراك الشعبي الموجود وين الآن؟ يعني خف زخمه، لكن هناك توقعات باندلاع تظاهرات يعني أقوى في المرحلة القادمة، يعني كيف له أن يدفع بالقضية الوطنية العراقية إلى صدارة الاهتمام يعني الدولي حتى أمريكيا، وحتى لا تنسى ويعلوها الغبار وتكون أيضا يعني موضوع للتفاعل الدولي، لأنه الوضع في العراق الحقيقة وصل إلى مرحلة من نقطة يعني حرجة جدا، يعني حقيقة ربما
ما عاد يحتمل حتى مع قضية رواتب موظفي الدولة. الآن الدولة عاجزة عن التسديد رواتب، كيف يمكن لهذا الحراك الشعبي تظاهرات أو قوى وطنية تدفع القضية العراقية إلى الواجهة مرة ثانية سياسيا وإعلاميا؟ يعني أعتقد بأنه كف، يعني لو نظرنا إلى التراث الإنساني كان دائما الشعوب هي التي تضع قضيتها ترفعها كلافتة بأيدي الآخرين. يعني موضوعة الاعتماد على الدول تغيرات الظروف الدولية أو تغيرات الظروف الإقليمية لتحقيق شيء لشعب المقهور المظلوم، هذا أصبح في الحقيقة من واقع الخيال. اليوم في العلاقات الدولية لا توجد إلا المصالح. يعني الولايات المتحدة الأمريكية في يوم ما قالت، فتحت منهجها وقالت نحن نتعامل مع كل الحكام السيئين والاستبداديين بما تتأثر به مصالحنا من سياساتهم وليس بما تؤثر سياساتهم على شعوبهم. وبالتالي أصبحت موضوع المراهنة على الشعب هي المراهنة الوحيدة اليوم في الحقيقة. هنالك مثل يقول ما حك جلدك مثل ظفرك. التصعيد في الحقيقة يفترض أن يكون قائم على أساس أهداف واضحة. يعني هذه الأحزاب التي توجد اليوم في العراق والتي قضت فترة 17 عاما، هذه لديها أجندات مع قوى إقليمية وقوى دولية، وبالتالي من ليس من السهولة بمكان القفز على ما أجندات هذه الأحزاب. لكنه الوحدة الوطنية والشعور الحساس ما بين شعور المواطنة هي التي ترفع الراية ضد هذه القوى. اليوم هذه الثورة، ثورة تشرين، لأول مرة وضعت اللافتة الهوية الوطنية. خلال 17 عاما لم نكن نسمع إلا شيعة وسنة وأكراد. لأول مرة ومن الحواضن التي كانوا يراهنون عليها ويقولون نحن في الحكم بناء على شرعية حواضننا في الجنوب وفي الوسط وغيرها، وجدنا أنه الثورة في الحقيقة الوطنية هي تنطلق من هذه الحواضن، وبالتالي هي وضعت شرعيتهم في سلة المهملات. لم تعد هنالك شرعية لحاكم، لكن بالمقابل هنالك دول لا زالت لحد الآن تتعامل مع هذه السلطة على أنه سلطة ما تسمى منتخبة، وتسمى هنالك برلمان، وحتى هنالك مسؤولين عندما تتحدث معهم يقولون لك صراحة بأنه يوجد هنالك برلمان وهذه الوسائل يمكن التوسل بها لتغيير المعادلة السياسية. لكننا رأينا بشكل واضح هنالك حتى بعض القوى كانت محسوبة على أطراف وطنية اندفعت تحت هذا الشعار للعملية السياسية ظنا بأنه التغيير من الداخل، وبالتالي هذه القوى في الحقيقة بعضها نفي إلى الخارج وبعضها اتهم بالإرهاب. إذن الصراع يجب أن يرتفع إلى درجات أكثر واقعية بظل السلمية. والعالم اليوم في المنظمات، خصوصا المنظمات الإنسانية، ترى بوضوح ما يتعرض له الشعوب، وبالتالي تضع أيقونة هذا الشعب. أشكرك دكتور. على المنهج السياسي الخارجي لكل الدول. أشكرك دكتور رافع. يعني هل يتوقع أن الإدارة الأمريكية الجديدة سواء بايدن أو ترامب، طبعا الآن في معركة قضائية لم تحسم بعد، من الممكن أن تصغي لأصوات الشباب في الساحات الصادحة في الساحات والميادين العامة، لأيضا تصغي لأنين الشعب العراقي من جراء هذا النظام الذي أسسته وصممته أمريكا ودعمته لحد الآن؟ هل يتوقع أن يكون هناك على الأقل يعني تصحيح لبعض الخطأ إن لم يكن تصحيح لكل الخطأ؟ أستاذ ماجد، يعني التاريخ لماذا يعني تمسك به الشعوب وتقرأه وتعيد قراءته؟ لكي تأخذ منه الدروس والعبر. نحن في من عام على الأقل من عام 1990 لغاية عام 2003 كانت هناك إدارتين أمريكية وإدارة ثالثة، يعني كانت إدارة للجمهوريين بزمن بوش الأب، وبعد ذلك إدارة الديمقراطيين بزمن كلينتون، وعادت إدارة الجمهوريين بوش الابن مرة أخرى. احنا خلال هذه أيضا كان البعض من العراقيين، أو كانت هكذا يعني الدعايات،
تدفع باتجاه انه لو تغير الجمهوريين الى الديمقراطيين ستتغير الحال، ستتغير الرؤيه، لكنها لم تتغير. وهذا التاريخ يعطينا على الاقل، التاريخ القريب يعطينا دروس يجب ان نراعيها في تفكيرنا وفي في تصرفاتنا. الاداره الامريكيه مهما كان شكلها لن تقف ولن تسمع انين العراقيين، هي لم تاتي من اجل عيون العراقيين عندما احتلت العراق. لذلك لن تقف مع العراقيين. الذي يعول عليه الشعب العراقي هو ارادته فقط. إرادته تصنع المستحيل، هي إرادته التي تنهي كل هذه الملفات. لا أحد يعتقد أنه إرادة العراقيين إذا ما تجمعت هي قوة قليلة، قوة هائلة هائلة لا تستطيع أي قوة في الدنيا أن تقف أمامها. يعني إرادتهم قادرة أن تزيح كل هذه المنظومة التي نراها صعبة جدا ومتشابكة ومعقدة، إيران وأمريكا ودول كثيرة وأجهزة استخبارات كلها تنهى بساعات ربما إذا ما الإرادة العراقية توحدت خلف هؤلاء الشباب لكنس كل هذا الموضوع. هذا الموضوع لا يحتاج أشكرك. يعني لا يحتاج أن نفكر بأنه إدارة أمريكية ممكن أن تستمع إلى أنين العراق، لن تستمع. ولن يهمها أبدا، لا يهمها وجع العراقيين وانكسار بلدهم ودمارة وخرابة، بالعكس هي تريد ذلك. فلذلك هذا يعني مرهونة بإرادة العراقيين. إرادة العراقيين إذا ما تحققت وتوحدت على هذا الاتجاه ستأتي بالنتيجة التي يرجوها العراق ويرجوها أهل العراق. شكرا للدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وشكرا أيضا للضيوف الآخرين، دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وضيفنا أيضا عبر سكايب الدكتور مثنى عبد الله أستاذ العلاقات الدولية، وكانوا ضيوف هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ناقشت الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها على العراق وعلى عموم المنطقة. حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.